السلام عليكم، أهلا بحضراتكم. خلونا نتفق إن التعليم بيشكل جزء كبير جدا من اهتماماتنا، وبنسخر له أو بنحاول دايما إن احنا نبقى جاهزين أو نبقى ملمين أو يبقى عندنا فكرة بكل حاجة بتأثر في تعليم ولادنا في كل المراحل الدراسية. من ضمن الحاجات دي حاجة مهمة جدا اسمها الهيدن كريكولم أو المنهج الخفي. لو رحت كتبت كده وات is a hidden curriculum في جوجل هيطلع لي حاجة شبه كده. هو ايه الهيدن كريكولم ده، او هو بيعمل ايه، او ايه دوره في الموضوع؟ يعني احنا عندنا الطبيعي ان في مناهج، المناهج بتدرس في المدارس على اختلاف المراحل الدراسية، والمناهج دي زي العربي والساينس والماث والانجليش والحاجات دي كلها، بيبقى الفوكس كله والاهتمام كله على المناهج دي يعني، وما بيبقاش فيه اهتمام بالحاجات التانية. هو فيه حاجات تانية بتأثر في الولاد وبتأثر في تعليمهم وبتأثر في سلوكهم، وهي حاجة زي المنهج الخفي ده. المنهج الخفي ده أو الهيدن كريكولم هي كل حاجة أو ولادنا بيتعلموها أو بيتأثروا بيها، بس الحاجة دي ما بتبقاش موجهة لهم بشكل مباشر. بمعنى العادات اللي ولادنا بيتعلموها، النورمز، الحاجات اللي احنا بنعملها فهم بيطلعوا يعملوها كعادة، القيم اللي احنا بنعلمها لاولادنا. انا ممكن مثلا زي ما كان بيجي في الاغاني بتاعت الاطفال، ممكن حد يكلمني في التليفون او حد يبعت لي فاقول لابني روح قول له ده مش موجود. انا كده ببعت لابني مسج او ببعت له رساله ان هو عادي جدا ان هو ممكن يكذب. يعني ممكن مثلا لو انا بدخن مثلا، انا كده ببعت لابني رساله ان التدخين ده او ان انا ادخن ده حاجه عاديه جدا يعني. فالفكره في الهيدن كاريكولم او في المنهج الخفي ده ان هو حاجه انت مش قاصد تعملها، انت بقى كأب، كأم، كأخ اكبر، كحد في المدرسه، كحد قريبك، مش قاصد توجهها للولاد، بس هي الحاجه دي بتأثر فيهم وبتأثروا بيها بشكل كبير جدا جدا جدا. فيا ريت زي ما احنا مهتمين بالمناهج اللي بتدرس في المدارس، نهتم برضو بحته الهيدن كريكولم ده، لان ده اللي بيأثر مع اولادنا ويمكن ده اللي بيعلم فيهم. للاسف دلوقتي اغلب المناهج بتبقى مركزه قوي على ان الولاد ينجحوا في الامتحان، ان الولاد يجيبوا الفول مارك. فالولد لو بيدرس ساينس مثلا ولا ماث ولا انجليش بيبقى تركيزه كله ان هو يتعلم عشان الامتحان. فونس ان هو دخل الامتحان وحط المعلومات اللي هو اتعلمها او الحاجات اللي هو عرفها حطها في الامتحان، بيخلص الامتحان وبيخرج بينسى كل حاجة. اللي بيأثر فيه بقى بشكل كبير جدا 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 هو الهيدن كريكولم ده، هو الحاجات اللي بتتصدر له او اللي بيعرفها او اللي بيتعلمها بشكل غير مباشر، ولكن تأثيرها بيكون كبير جدا. فيا ريت يا جماعة نخلي بالنا، لأن الهدف في الآخر ان احنا يعني يبقى عندنا ولادنا يبقوا ناس صالحين، يبقوا متعلمين، يبقوا فاهمين، يبقوا قدوة لغيرهم من الناس. شكرا، السلام عليكم.